اتحاد دول المولودية مباراة تعلق عليها محمد جمال. كل شيء في مكانه ومكان لكل شيء. الآن بدأ الديربي. من هناك الكرة اللي بالمسطرة عليه. تومي ممتاز يخرج الكرة مباشرة. الاتحاد محاولة. بودربال. كرة الهجوج. بينية هايلة ممتازة. يا سلام. موفي الينيومون تاع قراوي اللي ما كانش في الخط مع الزملاء نتاعو، اعطى شوف التمريره تاع بن خماسه بعد 9 تمريرات ناجحه بالنسبه الى الاتحاد ودخول قوي. في الدقيقه الثانيه اعتقد واظن انه اسرع هدف في الديربي بين الفريقين. عنده المساحه البينيه من قراوي يسدد قوه كبيره. زيماموش بقوه، بدايه قويه باليسرى مضى قوه كبيره. يسترجع الكره يلعبها طويلة البحث عن من هناك الصعبة الكرة شوشي في المراقبة زايد ظن ترفلو رائع وجود، ولكن لما تدرب في السانتيتيك وتلعب مقطوعة خطيرة. صعبة خطيرة مقطوعة بتدرب صعبة وخطيرة يفجروا فرحة الأنصار فوق المدرجات بالهدف الثاني لاتحاد الجزائر. تم ممنوع. هاي الكرة الخاطئة. حتى يعني نظن الخطأ الكبير اللي قام به المدافعين أنهم تراجعوا. شوف هنا عزي أربح بعد الأمطار. كرة إلى الدرجة. الله تعود زيماموش. هنا كيفاش هاي اللقطة السابقة دراجة في مكان ممتاز تضرب الكرة في زيماموش المتابع على مرتين ملعوبة دراجة. زيماموش احمد هناك المطالبة بماذا نقاش او سويبع ساقط على الارض. سنرى كيف كان الحال من زاوية اخرى. نعم ها هو التدافع داخل منطقة العمليات الحراسة. المسك من الشافعي. هناك خطا ضرب جزاء. هناك خطا وهناك ركله جزاء. هاي شوف نعم شوف. من زاويه نعم في مسك حتى درفلو مارس المسك بلعو بقوه براسيه تخرج جو ما كانش فيه خطا بالنسبه اليا. ونظن حشود زيماموش ردة فعل قوية يحول الكرة إلى ركنية. زيماموش صامت في مرماه. زيماموش بقوة يخرج. صعبة محاولة استرجاع الكرة بسرعة. نقاش على الجهة اليمنى. سويبع ينتظر. نقاش وسويبع إلى الكرة. العجب العجاب شاهدوا ماذا حدث. شوف هنايا كل شيء من يعني. على الخط نقاش سويبع مرة الكرة المتابعة. نعم شوف هنايا يعني كل شيء كان في الوعد. قرر الكرة إلى نقاش بعدها نقاش تعامل جيد وتوزيعة جيدة. قراوي شفنا أين ماذا يعني هايلة من هشود محاولة وزيماموش في واحد من أحسن حراس إن لم يكن الحارس الأفضل الآن. إلى الراسية وجانبية ركنية من جديد إلى ركنية طبعا أو ربما لمست. المطالبة بماذا؟ بإعادة نشوفوا غير واضحة. تضغط المولودية سكنت المولودية في منطقة الاتحاد من زاوية أخرى عددا. هيا من حشود
الراسية والهدف هدف للتخليص النتيجة من دبكة لمصلحة البولونية. تهتز الشباك وتهتز المدرجات. ها هي اللقطة بتنويع أو بطريقة أخرى، في المرة الأولى الدفاع، في المرة الثانية المتابعة من دبكة، متابعة والإصرار والعزيمة. نعم شوف حتى هنا يعني أخيرا زحف. نعم هيدا من الشو طيب شو مابوش. الجماهير او حتى الزملاء المنصورين اكثر خلف مرمى الحارس مابوش. تبادل الكره ممتاز هيلا لزويبع، محاوله توزيع الكره، المتابعه هيلا والدفاع، ركله جزاء يقول الحكم سنشاهد. شوف هنا نعم فيه دفع، ولو انه لا فيه مسك والدفع من الشافعي زي مابوش. دير رجاء حشود اشتعل الدربي. وزي مابوش يتصدى بقوه. قلنا انه مازال ما تسجلش ضربه الجزاء. زي مابوش قال لا، ولكن حشود نعم. روح في المتابعه، روح الفريق. شوف الرجل اليسرى شيء من اهتزت العارضه والقائم. عم درجة. يا سلام في هذه الكرة القوية. شوف ولكن كانت قوة دقة كل شيء، ولكن زي ما مش كان الحكم ينهي المباراة بالتعادل هدفين مقابل هدفين. فعلا مباراة كبيرة وفت بوعودها من بين الذين حضروا هذه المباراة. زميلتنا وسيلة باتيش عادت بالانطباعات ما بعد المباراة. واش نقول لك، ما غيري كنا منهزمين في الشوط الاول الحمد لله، يعني في الشوط الثاني قدرنا نعاود نوليو في النتيجه ونسجلنا هدفين، وكانوا عندنا ثاني عده فرص وكنا قادرين ثاني نحقق الفوز. مي الله غالب، هذه كره القدم. واش نقول لك، يعني لازم تتوقعوا هذا السيناريو تاع الديربي اليوم؟ ما سنياش هذا السيناريو، يعني سيرتو الهدف المبكر هو اللي شويه يعني شغل ربكنا الدقيقه الاولى بالك اكسيون ميته كاع، وشفنا يعني حتى الهدف كيتسجل ما فهمنا والو. ولكن الحمد لله نشكر كاع اللاعبين الانصار اللي وقفوا معنا اليوم، نشكرهم يعني على هذه الوقفه تاعهم معنا. مقابله فوق ارضيه الميدان تخلص مقابله، احنا خواد كيما لي سبورتور كيما اللاعبين الحمد لله كيما نقولوا فات مقابله مليحه، خاصه وين احنا ما دخلناش في المقابله مليح. تلقينا هدفين ومن بعد تزميتو وين وصلنا لونطرينور تاعنا، درنا التعليمات نتاعو الحمد لله ربي كيما نقولوا وفقنا ربي وقالزينا. كنا حابين نزيدو التروازيام باش نهدو الفوز لهاد الانصار. ما شتا فيليسيتي مون كونفرير كازوني بور تول تري بو ترافاي كي فا او مولوديا. Donc comme je lui ai dit en aparté, je lui souhaite plein de bonnes choses. Il est épaulé par un très beau public. Aujourd'hui, il y a eu deux mi-temps, une mi-temps pour l'USMA, une mi-temps pour le Mouloudia. Ils ont trouvé les capacités mentales, les ressources mentales pour revenir à 2-2. Ce n'était pas évident. Ils continuent dans leur très bonne spirale positive. Et puis voilà, ça se termine sur un match nul. Et il y a eu des buts, il y a eu des spectacles dans la tribune et sur le terrain. Et tant mieux pour tout le monde. Donc satisfait de ce derby algérois ce soir? Oui, parce qu'être mené 2-0, revenir au score, c'est une belle performance. Comme l'a dit Miloud, chacun a eu sa mi-temps. On a très mal commencé, maintenant on l'a bien terminé. Mais ce qui est beau, c'est d'avoir un spectacle avec les supporters et d'avoir donné un spectacle sur le terrain aussi. Vous êtes content de ce spectacle? Quand on est joueur ou entraîneur, on vit pour vivre des moments comme ça. Voilà. On a rendu les absents toujours tard. Mais bon, en plus, bon, je suis content parce que j'espère qu'il va rester encore parmi nous, parce que sa tête était sur le billot. Mais j'espère, on fait un métier qui n'est pas facile. Donc chaque match s'est remis en question. Avec ce sort de parité, on est toujours en place. En tout cas, on vous souhaite bonne continuation pour la suite.